لقاء مع وفد إيطالي من ضيوف ديال موسم طنطان في نسخته 15. الوفد الإيطالي اللي واحد الوفد اللي فيه رئيسة ديال منطقة فينيتو والسيدة عمدة مدينة سيليا، واللي إن شاء الله سيتوج اللقاء واحد اتفاقية يعني توأمة ما بين جماعة طنطان إن شاء الله والجماعة ديال سيليا. وهذه الحمد لله توجت ستتوج يعني، وغادي يكونوا لقاءات إن شاء الله من أجل تطوير العلاقات لا على المستوى الجماعتين أو على مستوى الجهتين، إن شاء الله على مستوى البلدين كذلك إن شاء الله. الحمد لله يعني أنه الوفد الإيطالي أول زيارة، في انتظار إن شاء الله يكون هو تكون دولة إيطاليا ضيفة موسم إن شاء الله في نسخة قادمة إن شاء الله. يعني أنهم شافوا الموسم، شافوا يعني التراث، وشافوا الثقافة الحسانية، وشافوا الحمد لله يعني أنه الموسم الأنشطة ديالو، وشافوا الحمد لله يعني كيفاش كيجسد يعني الحفاظ على الموروث الثقافي اللامادي الشفهي اللي هو اللي كان تشاركوه يعني العالم يعني، وشافوا الثقافة الرحل يعني القضية هذه يعني بداوا الاهتمام ديالها الثقافة ديال الرحل اللي يعني غريبة عنهم شوية في الدولة الإيطالية. الثقافة وعلى كذلك التمثيلية ديال جميع القبائل اللي الموسم ديال طنطان الرمزية ديالو انه كيمثل جميع القبائل اللي كتعيش في الأقاليم الجنوبية وخصوصا الصحراء المغربية. حنا كجالية مغربية جد سعداء بهذا اللقاء لأنه تعطي واحد قفزة نوعية لتصحيح المغالطات للإيطاليين، خصوصا أنا أعيش في إيطاليا، وأكيد أن اللجنة اللي جات معايا اليوم أكدت بطريقتها ملموسة أن مغربية الصحراء لا تناقش، وسيأتون إن شاء الله سيذهبون إن شاء الله إلى إيطاليا لتصحيح جميع أصدقائهم هذه المسألة، لأن اليوم أكدوا لي بأن المسائل اللي كتقال هي مسائل زائدة، ولعل الاستقرار ديال المغرب والتلاحم ديال العائلات والقبائل ما بين بعضياتهم أن أكد لهم بأن فرحة وما يزيد إن شاء الله غيكون حتى ظروف ديال الاستثمار بالنسبة للإيطاليين وتشجيع على ان هذه المنطقه تنتعش سياحيا ان شاء الله. ماريليندا سكاربا، جي سوي لا ديريكتريس دي ديبارتمون كيكور ليميغراسيون نان لا ريجون دو فينيتو. سيت ان اكسبيريانس انكريديبل، جي في اون ريشيس كوم اون دي كي لا دي بوتنسياليتي انورم سي بور لي توريزم اي بور لاندستري سي اي سي نيسيسير كري دي ريلاسيون افيك ليتالي افيك لا ريجون دي فينيتو بور فير كونوار questa importante region che è Tantan e questa tradizione straordinaria. C'est unique, c'est un patrimoine vraiment, et ce patrimoine doit être connu à tout le monde. À tout le monde. Et la tradition c'est important, c'est nécessaire. Regarder au passé pour le futur, parce que le passé c'est l'histoire, c'est l'identité d'une population et nécessaire tramander aux jeunes pour les jeunes c'est une richesse che va pas oublier. Nicola Talmi, sono il segretario della CGIL e il sindacato di Treviso. Una grande manifestazione che credo che sia giustamente patrimonio dell'umanità e che penso che da tutta Europa vorrebbero vedere. Ma ho visto anche un Marocco sviluppato, proiettato verso il futuro, che ha grandi progetti di investimento
e credo che tutta l'Italia, tutta l'Europa dovrebbe sostenere il Marocco in questo grande progetto di sviluppo. هذا اللقاء ياتي بعد ان تم لقاء اخر بيننا يعني من تمثيليه من طنطان والمؤسسه ومشاركه من الغرفه الصناعيه للجهات وقلمي مودنون والتقينا في افريل بعد ان شاركت المؤسسه وفعاليات من طنطان في الدورة السابعة للمهرجان الإيطالي المغربي وكانت هذه المشاركة مهمة جدا تم التعريف أولا بموسم طنطان بالثقافة الحسانية البيضانية وكذلك التعريف بإقليم طنطان وبجهة إقليم مدنون وبالتعريف بإمكانيات الاقتصادية اللي يمكن أن توفرها للمستثمرين الإيطاليين وفي هذه اللقاءات مع رئيس الجهة ومع رئيسة البلدية سيليا يعني كان هناك اقتراح بتوأمة مدينة سيليا ومدينة طنطان والآن لاحظتم بأن بعد هذا الاجتماع هناك اتفاقيات أخرى ستوقع ومشاريع نتمنى أن تنجز تتبعها لقاءات كما قلت بين هنا في طنطان وكذلك في إيطاليا لتفعيل وكل هذه الأفكار التي تمت تداولناها في هذا الاجتماع